يعني القصف المدفعي الإسرائيلي هو الذي هو السمة الغالبة حقيقة منذ مساء أمس وحتى يعني صباح هذا اليوم. القصف المدفعي على شرق خان يونس لم يتوقف على الإطلاق، عمليات قصف مدفعي عنيف جدا في المناطق الشرقية لخان يونس، تحديدا في منطقة الفراحين وعباسان الكبيرة، بالإضافة إلى منطقة الفخاري امتدادا باتجاه الشمال إلى منطقة القرارة. هذه المناطق تتعرض منذ ساعات طويلة إلى عمليات قصف عنيفة جدا بالمدفعية الإسرائيلية، بالإضافة إلى قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن سلسلة من الغارات على بعض المناطق في هذه المنطقة التي يعني كان فيها اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وبين قوات الاحتلال. بالأمس فجر يعني مساء أمس أو الليلة الماضية حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي التوغل من منطقة الفرحين وعبسان الكبيرة باتجاه المناطق الغربية لمدينة خان يونس، لكن على ما يبدو دارت اشتباكات عنيفة كبيرة جدا في هذه المنطقة، حيث سمعنا أصوات الانفجارات الضخمة والكبيرة، بالإضافة إلى عمليات إطلاق النار من الرشاشات الثقيلة. كتائب القسام قالت في بيان لها قبل قليل يعني أن مقاتليها استطاعوا أن يوقعوا القوات الإسرائيلية شرق خان يونس في كمين محكم بعد استهدافها بقذائف الياسين وسلاح القنص الثقيل، بالإضافة إلى الأسلحة المتوسطة وقذائف الهون. وأكدت كتائب القسام أنها استطاعت تدمير آليتين إسرائيليتين حاولت التقدم باتجاه مناطق خان يونس، وأكدت كتائب القسام أن مقاتلينها عادوا إلى قواعدهم بسلام. هذا ربما يفسر عمليات القصف العنيف والشديد على مناطق شرق خان يونس. القوات الإسرائيلية في المناطق الشرقية من خان يونس تحديدا في ثلاثة محاور: المحور الأول صوفا، المحور الثاني الفراحين، والمحور الثالث منطقة كسوفيم، المنطقة الواصلة ما بين دير البلح وخان يونس. تحاول الآليات الإسرائيلية التقدم باتجاه مناطق خان يونس منذ حوالي أسبوعين وقبل يعني الدخول البري إلى مدينة غزة، لكن المقاتلين الفلسطينيين يتصدوا لهذه الدبابات ويمنعونها من التوغل إلى مناطق العمق الفلسطيني والعمق السكاني، حيث توجد منطقة مفتوحة كبيرة جدا ما بين السياج الحدودي والمواقع الإسرائيلية ومنازل المواطنين، وبالتالي المقاتلين الفلسطينيين لا ينتظرون الآليات الإسرائيلية حتى تصل إلى مكان سكنهم، هم يذهبون إلى الآليات الإسرائيلية يشتبكون معها يدمرون آلياتها ومن ثم يعودوا إلى قواعدهم من جديد. هذا الأمر تكرر أيضا قبل ليلة أول أمس عندما يعني قام مقاتلون من كتائب القسام وسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي بالاشتباك مع قوة إسرائيلية في منطقة صوفا، ودارت اشتباكات عنيفة في هذه المنطقة وأيضا باستخدام الصواريخ الموجهة. وأكدت يعني أكد المقاتلون أنهم تم استهداف عدد من الآليات الإسرائيلية في هذه المنطقة. هذا ما يحدث على الحدود الشرقية. إسرائيل تحاول يعني الدخول إلى مناطق خان يونس أو المناطق جنوب قطاع غزة عبر هذه المحاور الثلاثة، لكن حتى اللحظة ما يحدث هو عمليات تصدي ومواجهة كبيرة جدا من قبل المقاتلين الفلسطينيين مع قوات الاحتلال التي تتقدم لعدة أمتار ثم تتراجع بفعل يعني المواجهات والاشتباكات وأيضا قذائف الياسين التي يستخدمها المقاتلون الفلسطينيون ضد هذه الآليات الإسرائيلية. أيضا القصف الإسرائيلي فجرا طال عدد من منازل المواطنين في بلدة بني سهيلة التي تعرضت إلى عمليات قصف عنيفة من المدفعية الإسرائيلية والطائرات الحربية الإسرائيلية، حيث تم استهداف عدد من منازل المواطنين في منطقة بلدة بني سهيلة. هذا القصف أدى إلى إصابة أربعة من المواطنين بجروح بين متوسطة وخطيرة، وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، بالإضافة إلى تدمير مركز شرطة بني سهيلة بفعل عمليات القصف العنيف. يعني مركز الشرطة القديم لبلدة لمنطقة بني سهيلة تم تدميره بفعل الغارات الإسرائيلية دون أن يبلغ عن وجود إصابات. إذن أربع إصابات حاصلة القصف الإسرائيلي على مناطق شرق خان يونس. هذه المناطق هي معظم سكانها أخلوا منازلهم وجاءوا إلى المنطقة الغربية من مدينة خان يونس يعني بحثا عن الأمن والسلام وبحثا عن إمكانية أمن. جزء كبير منهم هم متواجدون في مجمع ناصر الطبي، بالإضافة إلى عشرات مراكز الإيواء المتواجدة في غرب خان يونس. القصف حتى اللحظة متواصل، والقصف المدفعي
تحديدا يعني هو يعني السمة الغالبة الآن، حيث نسمع أصوات الانفجارات الضخمة المنطلقة من مناطق مختلفة، منطقة صوفا والفخاري، منطقة العمور، منطقة الفراحين، وأيضا منطقة القرارة التي تعرضت وتتعرض كل المناطق والشريط الحدودي امتدادا جنوبا إلى منطقة رفح إلى عمليات قصف عنيف. أيضا البوارج البحرية الإسرائيلية والزوارق الإسرائيلية قامت بعمليات قصف عنيفة فجرا على مناطق غرب خان يونس على الطريق الساحلي، قصفت بقوة هذه المنطقة مما أحدث دمارا كبيرا في الممتلكات والمنشآت على طول الشريط الساحلي، لكن حتى اللحظة لم نبلغ عن وجود إصابات بين يعني السكان أو المدنيين المتواجدين في هذه المنطقة. قصف متواصل وتصعيد إسرائيلي واضح، وأيضا يعني الضحايا يعني باتوا يزدادوا يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة ودقيقة بعد دقيقة بفعل هذه الغارات الإسرائيلية العنيفة على جنوب قطاع غزة وأيضا على مختلف مناطق قطاع غزة. أشكرك من خان يونس، إبراهيم قنان مراسل الغد.